مسلسل فيلا 66 بطولة لا عاد لا تقولين هذه اللي كنت تقولي لي ما ادري شلون تعرف كل اللي تسوينه سارة الجابر حلقة هتجيبوا حلقة خضار في البيت الحين ما بتجوزون عن الحلطمة والمناقر سمر فرج طيب 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 ايش فيك خير ليش متوترة لهالدرجة غادة العلي سيبك من الغراميات وخلينا في اللكاعة ديمة حسين وين رايحين تعالي يا اختي المسألة بسيطة على بالك انها درس كيمياء نوف الحمود تأليف سعيد الأحمد وحناء حجازي إخراج ضيف الله الرازحي هاي بنات مين فيكم بيقعد هنا ومين فيكم بيسافر بالصيف طبيعي آلاء ومودي رح يرجعوا لديارهم طبعا مع بداية الإجازة إيه يلا الحمد لله بنرتاح 3 أشهر من هالطقاق والمناقب إيه والله بس بنشتاق لهم بعد لا 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 ما هي 3 أشهر حنا المعلمات بس 2 شهر حسبي الله عليهم بدأنا بالحسد يا موضي طيب حبيبتي هم 2 شهر بس براتب حرام يعني نرتاح لو ساعة من مناقركن والله يا خالتي بس يروحوا رح نشتاق لخناقاتهم هم عاملين أكشن بالفيلا هنا هي اللي تبدأ كل مرة يعني كل مرة كل مرة يا موضي يعني الحين صرت أنا النحسة والبطة السودة وسطكم إيه قولوا ما حد يحبني خلوني أدور لي مكان ثاني وش دعوة عاد يا موضو تراكم كبرة السالفة لا تصيرين حساسة ترى نمزح معات عادي أقول اركضوا أنا قعدت نسأل لأنه يمكن يجيني أحد بالصيف وبيعطيه غرفتي ألا يا موضي لا 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 غرفتي لا الله يخليك يا خالة إلا غرفتي ما شاء الله عليك يا ألا إلا غرفتك يعني غرفتي أنا اللي عادي استنوا يا بنات خلونا نفهم الموضوع بالأول مين اللي راح يجي يا خالة ما شاء الله عليكن ها أشوف نسيت وإن هذا بيتي غرفتي لا هو غرفتي لا ومن اللي بيجي والحين وش دخلكن أقولها عن القافة مو بهالقصد يا خالة بس حنا حبينا نعرف مين اللي بيجي اي عاد يا خالة والبنات قصدهم إن أغراضهم بالغرف تعرفين كل وحدة تشيلها وين بتودي أغراضها معها والله صدق إنكن بنات ما تجون إلا بالعين الحمراء الله يسامحك يا خالتي يعني الحين أنت تمزحين وتسحبين فينا ولا شلون اي همزح أبي أشوف آخرتها مع هالدلع الظاهر إني دلعتكن زيادة عن اللزوم خص عليك يا خالة هيلة والله مرة فجعتينا طيب والله خالتنا ما في أطيب منها الله يخليكي تاج على روسنا يعني ما حد بيجينا بالصيف طيب ممكن أنا أجيب بنت خالتي عيال راح تقعد بغرفتي ما تحتاج غرفة جيبيها الله يحييها يا زهرة بس ها كل شيء بحسابة يا بنيتي مين دي يا بنت خالتك ما عمرك قلتي لي عليها تطمني عاد يا ولو هي بتجي بتشوف مولات الرياض وبس سبحان الله يا آلاء وانتو وش عليك من بنت خالة زهرة ها شفتوا مو بأنا اللي أدور مشاكل هي بس ما شاء الله عليك ما تفوتينها أبد على مين الدور اليوم يسوي لي شاهي خالة هيلة مو بكل يوم شاهي قهوة قهوة شاهي غير شوي وغير وشو تراني ماني بعرف هذا الكفشتينو حقكم هذا اللي فوق رغوة ما أدري وشو كفشتينو والله اللي كل يوم تكفشنا مشاكل الحريم ما تخلص تبي تسمعها خليك على الموضوع